وعابدنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فرد جميع العلم المعاني. شيخنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فرد جميع العلم المعاني وهو ختم الختمين وهو فخر في زماني قائم لله حقا عينه شيخ التجاري. شيخنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فرد جميع العلم معاني. غنى اغنى عن غيور فضاء فيض التجاني كان فيه الهج احمد باب الواعظ الديان. شيخنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فرد جميع العلم معاني. غنى اغنى عن غيور فضهم فيض التجاني كان فيه الهج احمد باب الواعظ الديان. شيخنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فرد جميع العلم معاني. وابو عبد الحميد شيخنا ناصر الدين وابو شيخنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فرد جميع العلم معاني. وابو عبد الحميد شيخنا ناصر الدين وابو عبد الحميد شيخنا شيخنا ناصر الدين وكذا الغني غرب مرشد آل تجاني. شيخنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فرد جميع العلم معاني. ثم من نال مقامات الرجال في تجاني ذاك هارون محمد وهو فخر في تجاني. شيخنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فرد جميع العلم معاني. ثم من مقامات الرجال في تجاني ذاك هارون محمد وهو فخر في تجاني. شيخنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فرد جميع العلم معاني. بابا مكر انت كبيرا بابا مكر انت كبيرا هؤلاء ورثاني بابا مكر انت كبيرا هؤلاء ورثاني وبهم سعد الزمان ثم فردوس الجنان. شيخنا الهج ابراهيم قطب ذا زمان وهو غوث كان فردا جميع العلم معاني. والصلاة والسلام
دائما طه الأمين ثم آل وصهاب وكذا شيء التجار شيعنا على إبراهيم وكتب ذا الزمان وغوص كان فرد جميع العلم معاني بابا مكرا تكبيرا هؤلاء ورسالي وبهم سعد الزمان ثم فردوس الجنان شيعنا على حج إبراهيم كتب ذا الزمان وهو قوس كان فرد جميع العلم سيدنا محمد رسول الله عليه السلام.